بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اختي ورحمه الله تعالى وبركاته. هذه شويه ديك السكسو ديال الجبل الشعيب، عجبني السكسو ديال الجبل الشعيب في مينس، جربته مره واحده عجبني. هنا داير الماء، هنا غادي نغسل الجبل هذه ديال المكس. هذيك بزارة حيدتها، بزاف حبوب هذا اللي كيبان لكم بزاف بزاف. مع شويه ديال الملحه وغسلتو بها، غسلتو مع الملحه والماء. دابا هذا خايتي تقطر، انا ما وجدت الغدا ديالي ونصرفت، عاد غادي نرميها. دابا انا غادي نصرف ان شاء الله المريقه ديال الطعام، هذا اللحم، هذا الربيع، القزبر، المعدنوس، هادي مطيشة، هادي البصلة. هاهما هادي حميدة، هادي التبزيرة، هذا الخرقوم، هذا الخرقوم و سكينجبير مخلطين، هذا البزار، هادي الملح. هادي الزويتة، هادي كلورة ديال السمن، thank you.
مني رويت مني الحلات البرمة شوية الحمد لله الطيار جبنا غدر من الخضر غدر من خيط ذوق لفت الصفر لفت كبير هذا لفت المحفوظ بسم الله هذا بعض من غادي هذا بعض اللي من ديك في الواس فوق غير هنا صافي ندير لي واش فورات فورات حتى انا كنت كنت غادي نديرها تجيكم بنينه بزاف هاي اللي نقولها فصو بس اللي بدا شوية الزيت الملحة ديالها في الماء ملي غسلتها بالماء درت معها شوية ديال الملح هادي الفورة الأولى هي فارس دابا هادي غادي نعاودها غير بالزيت ما ندير لها لا ما لا والو هادي من جبتها ندير واحد رشة صغيرة كوس كسكس صافي هذا الرشه باش يهون كل شيء مقاد دابا غادي عندي هنا شويه ديال الزيت صافي نرميها دابا غادي نرمي القرعات بجوج بسم الله ايوا حمرا ولا خضرا صافي نجي نشوف التمام لا خص هذيك البورة شوف هذه يمكن لي نجي نرمي تاك الفورة الثانية هذه الفورة الثانية دابا أنا غادي نديرها غادي نديرها بالماء باش ما خص كسكاس انا شفتها وسط كسكاس وغادي نخليها واحد شوية تشرب داك الماء ديالها عاد غادي نخليها هادي فورة ثانية انا كندير اربعة الفورات كنغسلها وكندير لها شوية الملح مع الغسيل وكندير لها الفورة الأولى والثانية والثالثة عاد كنديرها
ماشي غير كتفرج بدوها ولي تفرج تبقى البزار ديال البزار هاي الحبة ديال البزار كيبقى شي نص ساعة هي كتفرج دابا ان شاء الله غادي غير تشرب هاد الماء وغادي نفورها فورة أخرى ودي الفورة الأخرى ديال الفدوى وصافي هنا الفدوى هاو دابا نفار الفورة الأخرى غادي نسقيه هاو المسكين تاكلوا ان شاء الله وجربوا في هذا الشتاء فهاد البرد كيستاهل تجيبوها بصحتكم وبعافيتكم تاكلو وتعاودو ان شاء الله.